بسم الله الرحمن الرحيم. لا الميزان يا جماعة ماديا، لا متشحول، لا 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 متشحول. لا 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 ماديا، لا واضح ان الحالة المادية مأثرة عليكوا جامد. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب كرودي تصدق. تسلمي يا همسات، تسلمي لي يا رب. الميزان عايز باب رزق جديد، لا رزقه حاسس ان رزقه مش كفاية، تعبان من ناحية المادية، شايفاه عنده حتى النوم مضطرب خالص، مش عارف ينام وبيحلم بكوابيس، مبيبقاش تفكير لانه حتى هو نايم بيفكر. يعني ربنا يكون في عونكو، ربنا يكون في عونكو لو الكروت دي مظبوطة. شايف شريكه ازاي؟ خلينا نكون واضحين، الميزان شايف شريكه زي ما تقولوا اتكشف على حقيقته. فاهمين قصدي؟ اه والله مسحول، واضح اتكشف على حقيقته، يعني زي ما تقولوا موقفش جنبه، ما سندوش كويس، ما استوعبهوش، في حاجة حصلت. يعني الميزان حاسس ان هو disappointed. الطاقة ما بينكم فيها ايه؟ الطاقة فيها شغل جديد، مش عارفة ايه اللي جايبها في علاقة عاطفية. اما في برنسيس ميرسي يا نونا، فيها حاجة بتتصلح، في حاجة هتحصل، في وضع غلط بيتصلح. تمام، زي ما انتوا شايفين ماسك شاكوش وبيصلح. صح. شريكك عايز فلوس، عايز فلوس، عايز حالة مادية مش بس مستقرة، لا 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 ده عايز ثراء. يعني هو ضاغط عليك ضغطة جامدة جدا. خلينا نقلب الآية، انه الميزان هو الست. الست طبعا مش هي اللي بتشتغل، مش هي اللي بتسابورت، فهي برضو عندها نفس الحكاية، نفسها في طاقة جديدة، ما بتنامش من كتر التفكير، ما بتنامش من كتر القلق، حاسه انها شريكها باين على حقيقته. الطاقه ما بينكم فيها حاجه بتتصلح، في حاجه بتتغير. شريكك عايز ايه؟ عايز عارف يعني ياخد كل حاجه منك، يعني عايز كتير، عايز كتير، طلباته كتير والديماندز بتاعته كتير جدا. وشريكك عايز ايه كمان؟ عايز يعتمد على نفسه، واضح ان انت مش عارف تلبي، فابتدى يبقى عايز يعتمد على نفسه. ودي بقى الحاجة اللي زعلتك منه. يعني شوفوا، انت ما كانش عندك مشكلة ان هو يبقى حاطط عليك الضغط ده كله، وقابل شكلك وصابر وراضي بقضاء الله، انما اول لما ابتدى ان هو يبعد او ان هو يستغنى عنك او بيحاول يستغنى عنك، ساعتها اتكشف على حقيقته. شايفك ازاي؟ شريكك شايفك ازاي؟ شايفك حاطط هدف، شايفك حاطط هدف ورايح عليه، والهدف ده انت عايز تروح للامان. يعني انت عايز، انت نفسك في اللي هو عايزه. لو كان الموضوع حالة مادية تتحسن، فهو فعلا عايز ده زيك. يعني ليه طيب يا شريك الميزان بتبعد، او ليه مزعل الميزان بالشكل ده؟ بصوا بقى اللي جاي، بس عايزه اقولكم على حاجه يا ميزان، الامور لو اتصلحت ان شاء الله هتتصلح. بصوا باذن الله جاي لكم فلوس، في تطور في الحاله الماديه كويس، هيرجع او يعني هيبقى موجود وهيبقى يعني معاك. اوكي، هل انت هتقبله؟ سمعني. Thursday? Yes. Tomorrow? Yes. No school. Tomorrow is Thanksgiving. No school. هو انت هيبقى في سكول وهسيبك تنام الساعة 3 الصبح؟ يوسف is 3، قفل بقى ويلا خش نام. يلا ماما، جود نايت.
بكرة أجازة، العب مع بابا زي ما أنت عايز بكرة. هل يا ميزان أنت هتقبله؟ خلي بالك إن هو موقفش جنبك كما يجب، أنت حسيت إن هو انكشف على حقيقته في حاجة معينة، أو أنت أدرى بالسيتويشن، بس أنا شايفة إن أنتوا هتتفقوا على حاجة نحو المستقبل إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. شايفة طريق طويل كويس جدا، يعني مسيرة إن شاء الله طويلة جدا وحلوة جدا، وبسم الله ما شاء الله قوة قوة في العلاقة، العلاقة إن شاء الله تبقى قوية ما بتتكسرش. طيب حللوا بس الموقف معايا حتة حتة. مش عارفة ليه جايلي طاقة إن شريكك يا ميزان حياته واقفة معاك على الحالة المادية. لو أنت حسيت منه إن هو ما وقفش جنبك كما يجب، اوكي، يعني انا نصيحتي ليك سيبك بقى من تاروه خالص، بليز ما تقبلوش، بليز ما تعملش الصلح ده، اوكي. امين يا رب. تسلم تسلم يا عبد الله، بشكرك. انما لو هو كان حصل مجرد سوء تفاهم وحاجه بره الموضوع ده خالص، طبعا ربنا يوفقكم ويتمم لكم على الف خير. هلخص القرايه بسرعه، الميزان عايز باب رزق جديد، رزقه حاسس ان هو مش كفايه، عنده مشاكل واضطرابات نفسية شديدة جدا مأثرة على نومه، وقربت تأثر على صحته كمان. يا ميزان خلي بالك، ما صحتك كده هتتدهور، بالراحة على نفسك شوية. شايف شريكه ازاي؟ حاجة كانت مستورة وانكشفت، او مش مديلك دعم كافي. العلاقة بينكم فيها تطور، فيها تطور، فيها حاجة بتتصلح، اوكي. شريكك عايز ايه؟ عايز حالة من الامان او الثراء المادي، عايز يعتمد على نفسه في هذا الموضوع. مينا، انا مش عارفه انت بنت ولا ولد. بصي حبيبتي، الرساله دي طويله جدا، اعمليها كوبي وبعتيها للصفحه وهحاول ارد عليكي. والكلام ده لمينا بس يا جماعه، انا هنوه على الموضوع ده بعد القرايه. شريكك شايفك ازاي يا ميزان؟ انت عايز تروح لبر امان، انت وبتسعى، شايفك بتسعى، يعني مش واقف مكانك، وحاجه كويسه قوي قوي قوي. شايفه قدامي ان شاء الله باذن الله حاله ماديه هتتطور تطور جامد، مش وحش خالص يعني. وفي قدامي هنا لقاء او اتفاق بينك وبين شريكك ان شاء الله. شايفه بعديه كمان مسيره طويله جدا جدا باذن الله، وقوه علاقه قويه ان شاء الله. ربنا ما يهدها ابدا. انا مش شايفه بعد ومش شايفه فراق يا ميزان، يمكن يكون في عقبه او يعني مطب، وعين كده بس في مطب صغير. يمكن يكون شريكك تعب من الانتظار، من الظروف هو كمان، مش عايزه برضو اسيء الظن بشريكك. ممكن يكون فعلا تعب من حاجه معينه وطاقته قربت تخلص، فان شاء الله هيجد جديد باذن الله، هيجد جديد في العلاقه، وباذن الله العلاقه تتحسن. طيب سؤالها في السفر ولا لا؟ للأسف مش شايفة سفر الشهر ده، مش في العموم، مش شايفة مش شايفة سفر. أنا شايفة قدامي إن هي في حرب شديدة، وربنا يكون في عونك الصراحة على الكروت دي. ربنا يعينك، ربنا يعينك بجد. حالة متدهورة خالص خالص، وحرب شكلها مهزوم، لكن واقفة بمنتهى الثبات وبتحاول تبين إن هي ولا فارق معاها. برضو في هروب من مواجهه، لان لو واجهت شكلها ايه؟ هتذبح بقى. بصي دي ماسكه سيف وهتطير بقى، هتطير رقاب. متجوزه. طب في اي حاجه حصلت من ناحيه الزوج؟ لان شايفه الدنيا نيله خالص. شايفه خساره حصلت، اما خساره ماديه او خساره شخص. شايفه قدامي حسد شديد او سحر، شفرت الشيطان كان بقاله كتير ما طلعش، مش عارفه ليه طلع. خلاص انتوا الاثنين رديتوا عليا. طب متجوزه؟ طب في اي حاجه تانية؟ بصي اللي انا شايفاه يا حبيبي، انك انت ان شاء الله هتعتمدي على نفسك ماديا. انا مش عارفه انت بتشتغلي ولا لا، لكن صح قلبك يا بلال. يمكن تكون، يمكن هتبتدي شغل جديد. انا شايفه ان انت تعتمدي على نفسك ماديا، وانا اؤيد. برافو برافو برافو.
شايفة قدامي انهيار لبرج، شكل فيه حاجة كانت كنت حاطة يعني صورة لشيء، وهتبتدي الصورة تبان على حقيقتها، حاجة بتنهار وبتظهر وبتظهر على حقيقتها. انهيار البرج. طب الحمد لله، خلاص بسم الله ما شاء الله عليكي، ويكملك بعقلك، شطورة. بصي بقى حبيبتي، يبقى ان شاء الله الكارت ده احتفال، واحتفال بده انك انت هتعتمدي على نفسك ماديا، او في حاجة عندك هتحصل في المادة، لكن التطور المادي بطيء يا جيم، التطور المادي بطيء. حاولوا انكم يعني تقتصدوا شوية وتصرفوا في الحاجات المعقولة، وبليز خلي بالك من كارت الحسد ده، عندكم حسد. لكن ما شاء الله عليكي انت يعني بصي ده قوية ما شاء الله، واقفة بثبات، وعندك توازن ما شاء الله عليكي. وشايفة اهو ده الشريك، الحمد لله بما ان العلاقة كويسة، شايفة الشريك بيقدم لك حاجة حلوة، ممكن حتى ان شاء الله يكون بيقدم لك كلمة حلوة، يعني يا رب يعني كده حاجة حلوة جدا جدا. يبقى حبيبتي الانهيار ده لشخص تاني خالص، في شخص عندك هيبان على حقيقته، لاني شايفه خساره، هتحسي بخساره، بس بليز ما تزعليش، ما يستاهلش يعني منك انك تزعلي خالص. عندك نجاح حبيبتي كمان ما شاء الله، اكتمال دائره. الكارت ده ظهر للميزان تقريبا في كل القرايات، وظهرت برضه في القرايه الخاصه. الميزان متقن لعمله جدا، انت متقنه لاي كان اللي انت بتعمليه. بس سؤالك حبيبتي، اذا في سفر، انا شايفه احتفال، احتفال، لكن يمكن يكون ده، يمكن يكون السفر، لو انت حاجه اخدتي بالنسبه لها خطوات ومستنيه التنفيذ، يمكن ان شاء الله تجيلك مثلا موافقه تبتدي خطوات فيها، انما السفر بالفعل يمكن يكون مثلا الشهر اللي جاي. عموما اتمنى لك التوفيق، وقريتك برضو حلوه حلوه قوي.